سنسرع استعادة الإغطاء النباتي الأصيل عن طريق مشروع سيتضمن زراعة 100 مليون شجرة. وهذا بالنسبة لحجم اليوم ليس بالوعد الهين، هو الآخر. وبالمناسبة بدأنا هذا المشروع بالفعل. كما سنحافظ على الحياة البرية في المنطقة، وسنساعد على تزاوج الحيوانات والأجناس المختلفة على منطقة تصل إلى 2 مليون هكتار، لأن المنطقة في نيوم للأسف فقدت الكثير من حياتها البرية، لذا فنحن ملتزمون باستعادتها. وأكرر أننا بدأنا بالفعل في هذا المشروع منذ عدة أشهر.